مساء الخير من غزة. وأنا بالابتدائي توفت زميلتنا بالصف. سألنا المعلمة، قالت إنه سرطان، ما فهمنا إيش يعني سرطان. سألنا كمان مرة، عصبت وقالت شربت سم فئران. بعد أكم من سنة ماتت بنت الجيران. سألنا بشو ماتت، قالوا سرطان. قلت شو هالأطفال اللي بضلهم يشربوا سم فئران وبيموتوا بالسرطان. لما كبرت شوي فهمت شو يعني سرطان، لأنه أنا شربت سم الفئران لما كان عمري 29 عام. بهذا الوقت كان أولادي كتير صغار، 3 سنين و4 سنين. ما كنت فاهمة شو يعني سرطان، ما كنت عارفة لوين أنا رايحة. اتصرفت بشكل كتير طبيعي مع الموضوع كأنه إنفلونزا. يوم ما روحت من المستشفى وكل جسمي ربطات ضاغط، قررت أطلع بالمراي. قلت إذا أنا مبين علي السرطان رح أنام، إذا أنا زي ما أنا إيمان رح أضلني مكملة حياتي زي ما أنا. وفعلا طلعت بالمراية ولقيت شكلي زي ما أنا. لما إجاني كان بثدي، بعدين بتأثير العلاج في الرحم، وآخر إشي كان حميد بالغدة الدرقية. بهاي المرحلة كنت أنا بفكر شو يعني بدي يكون مستقبلي مع هذا المرض، فقررت أني أتجاهله. وعلى فكرة السنة 2019 بيكون عيد ميلاده معي العام 20، وبالتالي احنا تصاحبنا وصرنا اصحاب وصرنا نفهم على بعض ونفكر زي بعض. هلا بهذا الوقت بتنقلي بالمشافي المختلفة التقيت كتير من النساء اللي عندهم سرطان، سواء جوا فلسطين، سواء بالأردن، سواء بمصر، سواء بغزة. وشفت قديش النساء ضعيفات، قديش في عندهم هشاشة بكل شيء، وجودهم لحالهم بدون الزوج أو بدون حدا يدعمهم. فأنا حكيت مع نفسي أنه أنا أحياناً رغم أنه أنا قوية وبتعامل مع الموضوع أنه كتير بسيط، أنه أنا بحاجة لحدا يطبطب علي أو حدا يحضني أو حدا يقول لي كل شيء بخير. فبدأت أفكر وقررت أنه أنا تعودت لعمري أكون ماسكة القيادة بكل شيء، ليه ما أقود إشي إله علاقة بهدول النساء؟ وبالأساس رح يكون إله علاقة بهي أنا كإيمان، إنه ألاقي ناس عاشوا تجربتي، عاشوا تفاصيل المراحل المختلفة من العلاج. فقررنا إنه نعمل إشي سمينا العون والأمل من 10 سنين. فكرتنا كانت إنه نجمع كل النساء، نوجد لهم مكان، نوجد لهم حاضنة. أنتوا بتعرفوا الستات هلأ لما بتحرد من جزانها بتروحش على بيوت أهلها، بتيجي على الحضن الدافي اللي بيضمها وبيساعدها وبيساندها. بهاي المسيرة الطويلة إحنا والنساء حققنا لا شك إنجازات كتير، بدخولنا موسوعة جينيس الأرقام القياسية 2012، بأطول شعار توعية بالعالم، بالكامبينز اللي عملناها، الحملات المختلفة للكشف المبكر عن سرطان الثدي. بمهرجان حكاوي الحياة كان 2018 طلعت النساء تحكي عن قصصها. زمان كان يقولوا توفى بمرض عضال، كانت الناس تخجل، كان في تابو محرم للحديث عن السرطان، كان ممنوع الناس تحكي انه عندها سرطان كأنه عار يلحق بالعائلة. اليوم من 30 امرأة بلشنا فيهم، اليوم عندنا 2700 امرأة، جيش من النساء بكافة الأعمار بملامح الجمال المختلفة. هدول النساء اليوم بطلوا يخجلوا يحكوا بالإعلام، بيطلعوا بيحكوا عن تجاربهم لأنهم بدهم يناصروا قضاياهم. طلعنا تظاهرات بالشوارع، اعتصمنا، أضربنا عن الطعام لما النساء ما كانتش قادرة تسافر للعلاج. حلينا إشكالية النساء بشكل مؤقت مش شكل دائم، إنه إحنا أنشأنا صندوق في مركز الحسين للسرطان، سمينا فرحة على اسم فرحة اللي كانت من أجمل الجميلات واللي ما تحملتش وفاة زوجها، ووفت يعني توفت بعده بسنتين تقريبا بعد ما كانت ناجية. الفكرة إنه فرحة كان لها أثر الفراشة الجميل، وتركت هذا الأثر بالصندوق اللي سمى باسمها، بالإضافة لكافة العلاجات اللي جبناها الباهظة الثمن عشان ننقذ حياة النساء. لما المرأة بيصيبها السرطان تصاب مرتين، مرة بالجسد ومرة بالشريك، اللي أحياناً جزء كبير منهم بتركوا النساء بهاي المرحلة اللي بتكون محتاجة فيها للسند وللقوة وحدا يقولها أنا معك. بغياب هذا الحدا إحنا كنساء، مجموعة من النساء، كنا هذا الحدا لكل امرأة، كنا مباشرة إنه أول ما تكتشف المرض نكون إحنا السند والقوة والدعم والأمل لإلها.
لأنه هي بحاجة لناس عاشوا تجربتها. لما تمسك إيد المرأة تمسك إيد صديقتها وزميلتها، هي بتشعر بنفس شعورها، بنفس إحساسها، تعطيها القوة اللي هي استمدت من نساء أخريات. إحنا اليوم عندنا نساء، لو أنا مضيت واللي معي مضوا بهاي المبادرة، عندنا نساء كل يوم بتطلع جديد بتحكي عن التجربة، بتحكي عن القضية. اللي أنا بدي أقولك إياه، بعد دخولي 17 غرفة عمليات، كل مرة كنت كتير مبسوطة لأنه أنا عندي مشاكل بالنوم، إنه أنا بنام بدون ما أسمع صوت حدا، بستغرق في النوم. كل غرفة من هاي الغرف تركت في نفسي أثر، عملت منها لوحة، واللوحة هاي نقلتها لزميلتي، وزميلتي نقلتها لزميلتها الثالثة، وزعنا اللوحات على بعض، لأنه إحنا بنشوف أشياء الناس ما بتشوفها، وبنسمع أشياء الناس ما بتسمعها. الحاضنة، البيت الدافي اللي إحنا أوجدناه كتير سند النساء. النساء لما يكونوا زهقانين بجيبوا فطورهم وبيعملوا بالبلد يأم الغداوة. لما بناخد النساء على الأقصى، أنا كنت سعيدة لما أخذناهم قبل أسبوعين، قديش كانوا فرحانين إنهم بيعدوا إيرز بدون ما يكونوا رايحين ياخدوا كيماوي أو ياخدوا إشعاع. النساء اللي بتضوي بكل مكان بأي فعالية وبتحكي بدون خجل وبدون خوف. النساء اللي مكناها اقتصاديا تعتمد على نفسها. النساء اللي تطوعت معنا واشتغلت وطورت حالها. النساء اللي أسماءهم جميلة، من إنصاف لآية لفرحة لمها لأمل لمنال. بدي أقول كل يوم إنه ندب الجسد لا تترك أثر. شو ما كان في جسدي أو جسد الستات التانيين من أثار الجراحة، مش هاي اللي بتترك أثر. ندب الروح اللي بتترك أثر، نظرة الناس لمريض السرطان بيترك أثر، ترك الزوج للمريضة بيترك أثر. اللي أنا بدي أقوله، أفضل إشي إحنا عملناه كإنجاز، إحنا أوجدنا البيت وأوجدنا المكان وانطلقنا من الحاضنة لجمعتنا سوا. اليوم عندنا جيش من النساء قادرين يخدموا النساء الأخريات. اليوم عندنا النساء الورديات اللي هم سفيراتنا بكل مكان. كل واحدة بتحس إنه التوعية والمناصرة والتأييد هي جزء من دورها كناجية من السرطان، لأنه هي فاهمة تماماً شو يعني الست تحس بالكيماوي، بحرقة الكيماوي. الأثداء الصناعية اللي بنصنعها وبتحطها الست جوا البرا وبتعطيها السلف أسرتيفنس وبتكون فخورة بنفسها وعندها ثقة عالية بنفسها، هذا إنجاز. الباروكة اللي هي بتلبسها بعد ما يوقع شعرها، هذا إنجاز. أنا بدي أقول لكم شغلة، عملنا مرة تاتو للحواجب وقررنا نعمل حنة، صبية صغيرة عمرها 25 سنة رسمت البينك ريبون وشعار السرطان مكان الثدي المستأصل. هذه القوة، إحساسك إنه رغم مرضك ورغم تعبك ورغم عجزك قادر تقدم لكل حدا حواليك تعطيه الأمل. مريض السرطان بشوف أضواء جميلة جدا، بشوف ألوان مختلفة، بشوف فراشات غير الموجودة بالعالم. هو بيكون صورته عن الباب اللي هو داخله عشان يقدر يكون قوي ويقدر يكمل هاي التجربة. أنا اليوم بقول لكل ولد وبنت أمهم عندهم سرطان، احضنوها، اعملوا لها شاي، اعملوا لها قهوة. لكل رجل طبطب عليها، خدها بحضنك، هي محتاجة بس السند. لكل حدا كان يقابلنا بأي مكان، مثلا عزا يقول فلان ما عندوش إشي ومات وانتوا قاعدين، بدي أقول له لا، إحنا قاعدين لأنه أجلنا لسه ما إجا وقدرنا لسه ما انتهى، وهي الحاضنة رح تضل موجودة، وهذا الجيش من النساء رح يضلوا يشتغل على قضايا ويطلع بالشوارع ويطلب بناصرة قضيته. هدول هم النساء اللي قدروا بعشر سنين تكون كل واحدة متكلمة وكل واحدة سفيرة وكل واحدة عندها القدرة تواجه السرطان. السرطان مش موت، السرطان مرات حياة جديدة مختلفة. وأنا بقول بعد 20 سنة من ميلاده معي، أنا قدرت أقهره، قدرت أنتصر عليه، ونقلت زي ما نقلوا بقية النساء تجاربهم للنساء الأخريات، خليناهم يحكوا ما يخافوش. وما حدا يخاف من السرطان، أنتوا لازم تخوفوا، هو لازم يخاف من كل ابتسامة أنتوا بتبتسموها، من كل طريق أنتوا بتمشوها، من كل لوحة أنتوا بترسموها. أنا كنت أتمنى اليوم أكون معكم في بير زيت، بس الظروف الفصل اللي موجودة بيننا منعتنا. بس أنا متأكدة إنه كل امرأة بغزة أنا بمثلها عندها كانسر قدرت توصل رسالتها، وتحييكم من غزة كمان مرة.